الفيلم الوحيد اللي بكيت فيه خاموشي ما سنجيل بن سالميو بحبنا أنا. فيلم خاموشي على فكرة هنود ما حبوه لدرجة إنه كسروا كراسي السينما، صارت يعني مشاكل في السينما يعني من عرض هذا الفيلم. السبب الرئيسي للمشاكل كان إن الناس رايحة تبى تشوف أنا باتكر يلقي حوارات، لأنهم توهم طالعين من نشوة كرانتيفير وترنجا والأفلام هذه مال أنا باتكر همدونو، معروف إن أنا باتكر في الحوارات. فهذا الفيلم هو صامت ما يتكلم، إن الناس انزعجت عصبت. سبب فشل الفيلم هو كان إن أنا باتكر ما يتكلم في الفيلم، هذه يعني كانت عقلية الجمهور الهندي آنذاك. بابا كنت بقوله بابا كنت بقوله أفلام وايد في الهند على فكرة فشلت بسبب بعض المشاكل أو بعض الأمور الغريبة اللي نقول عليها. يعني فيلم أغنيبات مال أميتاب باتشان يعتبر من الأفلام الجميلة في سنة 90، فيلم فشل على فكرة في السينما بسبب أن الصوت أميتاب باتشان اللي كان يسمع المشاهد ذيك الأيام يقول هذا مو بصوته، بجي ديرانات جوهان بورانا عمر جتيسال بارا غنتي أو تيرا منت ماي بجي ديرانات جوهان पूरा नाम 36 साल 9 महीना 8 दिन ए 16 घंटा चालू है। فهو يتكلم كان كذي، الجمهور يقول يا اخي هذا مو بصوت أميتاب باتشان، هذا الصوت مدبلج، اكيد صوت واحد ثاني، هذا كان صوت أميتاب باتشان، هو أميتاب باتشان القاها بهالطريقه هذه ثقلها شويه، والعالم على باله ان هذا مو بصوت أميتاب باتشان، هذا دبلجوه ونزلوه في السينما، لذلك الفيلم فشل في السينما. بعد اسبوعين راح المكل ساناند ومنتج الفيلم قالوا لا 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 لحق خلينا نسوي اي شيء، جابوا أميتاب باتشان وسووا دبلجه ثانيه مع أميتاب باتشان بصوت طبيعي، وجيه ديرانات جوهان بوران الصوت العادي اللي هو يتكلم باعتيادي في الافلام الثانيه، بس يا وقت متاخر ذيك الساعه الناس ما قبلت لا 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 الفيلم خلاص ما نبغى نشوفه هذا الشيء.